عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل تحت عنوان تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين. تناقش الورشة والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات فيما يخص الشأن الاقتصادي عددا من المحاور الأساسية، على رأسها تحديات التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصري، فضلا الوضع الراهن للاقتصاد الوطني. الظروف الاقتصادية العالمية من جائحة كورونا للحرب في أوروبا انتهاء بالظروف اللي حاصلة في المنطقة أثرت بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي. لازم تتكاتف الجهود ما بين الدولة ما بين الأجهزة التنفيذية ما بين القطاع الخاص عشان نفكر كلنا مع بعض في المشاكل ونشوف إيه الحلول اللي نقدر نتحرك فيها بسرعة، حلول تنفيذية تساعدنا كلنا ان احنا نطلع من هذا الوضع الضاغط. أزمة النقد الأجنبي وأزمات أخرى كبيرة بتقابلنا، لكن هي في حلول والحلول قادمة لا محالة وقادمة وبوقت سريع جدا. أنا متفائل جدا وعندي ثقة كاملة على قدرة الاقتصاد على التعافي والتعافي السريع، لكن هي الندوات وورش العمل اللي بنفكر فيها مع بعض ونحط بشكل واضح وبشفافية المشاكل وحلولها هي إيه، هي اللي هتساعدنا كلنا إن احنا بأسرع وقت إن شاء الله نرجع للمسار السريع.